عندي موضوع حساس شوي لكن هو مهم ولازم يعني تصدر قوانين فيه لكي لا تظلم أي بنت أو امرأة مقبلة على الزواج. بعد كثرة يعني الظواهر الشاذة في المجتمع أصبح يعني من حق المرأة أو الفتاة أن تختبر رجولة الزوج أو الخطيب، لا تختبره، يسوون فحوصات قبل الزواج زين للكشف عن الرجل إن كان هو رجل أم لا، قبل لا يعني ترتبط فيه وتيب بالنعيال، وبعدها إذا تكتشف يعني الحالة أو إنه ما تقدر إن هي تستمر ولكن بعد فوات الأوان وتكوين أسرة وبعدين يحصل الطلاق وتفكك الأسرة وتشتيت الأسرة ويكون في عيال وهم راح يكونون الضحية، فحرم. ياريت يكون في فحص لرجولة الرجل يعني عشان باكر لا تتفاجأ إن هذا مو عيال، أو تتفاجأ إن هذا إنسان يعني من المخنثين.